السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام هو اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب ضد الصحفيين. يحتفل العالم اليوم بهذه الذكرى، ذكرى إنهاء الإفلات من العقاب ضد الصحفيين، في الوقت الذي نتحدث اليوم فيه عن ما يتعرض له الصحفيون في العراق من ضغوطات، من تهديدات، من عمليات خطف، من عمليات اغتيال وتصفية لكل من يحاول أن يمارس هذه المهنة في بلد مثل العراق، تحكمه الميليشيات ويحكمه الفساد وتحكمه سياسة الفوضى. طبعا مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين أفاد أن العراق يحتل المرتبة الثالثة كأسوأ بلد في العالم في مؤشر الإفلات من العقاب بجرائم قتل الصحفيين. حسب التصنيفات العالمية، العراق في المرتبة الثالثة بعد الصومال وجنوب السودان من حيث حجم الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، والتي طبعا تكمم الأفواه، والتي تقيد الحريات، والتي تمنع الصحفيين وأصحاب الرأي من ممارسة هذه المهنة التي تعتبر في كثير من دول العالم السلطة الرابعة، لكن لا سلطة لها في العراق، لأن العراق لا يعترفون من يحكمونه بحرية الرأي والتعبير. والدليل ثورة تشرين والثورات والمظاهرات التي سبقتها، كيف تعرضت إلى قمع، وكيف يتعرض اليوم ولا يزال كل من يحاول أن يعبر عن رأيه رافضا لما يحدث في العراق من ميليشيات، من فساد، من تعددية أحزاب طائفية محاصصية وغيرها من هذه السياسات التخبطية في العراق التي جاءت بها حكومات الاحتلال. وبالتالي اليوم المواطن العراقي إن كان صحفيا أم غير ذلك هو يعاني من الإفلات من العقاب، يعاني من هذا المبدأ السائد اليوم في العراق الذي يؤكد أن القضاء ضعيف متواطئ، حكومات الاحتلال متواطئة مع المجرمين، وإلا لشاهدنا من قاموا بارتكاب انتهاكات ضد العراقيين الآن خلف القضبان ويحاكمون على انتهاكاتهم. نطرح سؤال: لماذا يعاني الصحفيون في العراق من هذه الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة حكومية، ميليشيات، أحزاب، أفراد بغض النظر؟ وأين دور الحكومة في الحفاظ وحماية هؤلاء الصحفيين من ممارسة دورهم في نقل الحقائق والوقائع التي تحدث في العراق؟ ولماذا لا يكون هناك حماية توفر من قبل الحكومة لهؤلاء الصحفيين لممارسة عملهم دون الشعور دائما بالخوف من التعرض إلى تصفية، إلى تهديدات، إلى اعتقالات وغيرها من هذه الأمور؟ وكيف تتابعون الحريات في العراق مشاهدينا الكرام؟ هل العراق بلد يتمتع فيه المواطن إن كان صحفيا أم غير ذلك يتمتع فيه بالمقدرة على التعبير عن الرأي؟ لماذا إذن يقولون إنه بلد ديمقراطي في حين نرى هذه أو نسمع عن هذه الانتهاكات بين حين وآخر؟ معنا اتصال. طيب خلونا نشوف اليوم الآن مشاهدينا الكرام مقطع لمجموعة من الصحفيين العراقيين والناشطين في داخل العراق وخارج العراق يتحدثون عن استمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق، والتي تضع مصير البلاد في طريق مجهول مع تواصل الانتهاكات ضد الصحفيين. لنشاهد. منذ العام 2003 وإلى هذه اللحظة تم قتل وتغييب أكثر من 270 صحفي عراقي بحسب المرصد العالمي لحقوق الصحفيين، وتم ذلك دون تقديم أي من الجنات إلى المحاسبة أو إلى القضاء. لذلك وفي هذا اليوم، اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، نجدد مطالبتنا للحكومة العراقية وللقضاء العراقي وأجهزة الأمن بتوفير أقصى الحماية للصحفيين وحرية الصحافة، ولنطالب معا بإنهاء الإفلات من العقاب. لا يخفى على أحد أن حرية الصحافة هي واحدة من أسس الديمقراطية، وانعدام حرية الصحافة يحول دون بناء مجتمع واعي ومتطور. الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت يوم 2 نوفمبر من كل عام ليكون اليوم العالمي لإنهاء الإفلات
من العقاب ضد الصحفيين والعاملين في الصحافة. اليوم هو 2 نوفمبر تشرين الثاني، ويصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين. اليوم أيضا صدر حكم الإعدام على منفذ جريمة اغتيال الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي، ولكن الجهة التي تدير عمليات القتل في العراق ما زالت محمية بغطاء سياسي يوفر بيئة مثالية للإفلات من العقاب. هناك عشرات لا بل مئات الصحفيين العراقيين المهددين والملاحقين حاليا بسبب آرائهم أو بسبب تغطياتهم الصحفية. في العراق هناك قوانين وتشريعات تحمي حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ولكن كل هذا غير موجود على أرض الواقع. مشاهدينا الكرام، نتساءل ما دور إذن الجهات التشريعية البرلمانات السابقة في العراق التي من المفترض أنها تقف عند تشريع قوانين تعنى بحماية الحريات، تعنى بحماية الصحفيين، تعنى بالمدافعة عن كل أصحاب الرأي والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم طالما أنه يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ولا تؤذي أحد. فلماذا دائما نرى هذه الممارسات القمعية التي تمارس من الميليشيات ومن الحكومة ضد أصحاب الرأي في العراق، ضد من يحاولون نقل الحقيقة؟ كثير من الصحفيين في العراق تعرضوا إلى اغتيالات، تعرضوا إلى تصفية لأنهم قاموا بنقل حقيقة. هو لم يتبنى الفكرة، هو فقط سلط الكاميرا لتوجه على منطقة معينة، على قضية معينة، طرح هذا الموضوع للرأي العام ليبين حقيقة الأمور أو حقائق الأمور الموجودة في العراق، لكن مع هذا تعرض إلى تصفية. وكثير من الحوادث التي يشهدها العراق بين حين وآخر للصحفيين وناشطين وإعلاميين يحاولون التعبير فيه عن رأيهم أو نقل حقيقة موجودة على الأرض، لكنهم يتعرضون إلى هذه التصفية. يعني نبدأ باستقبال اتصالات ويانا سيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي قناة الرافدين وأحيي هذا البرنامج الخاص بالصحفيين. يا أخي أستاذ محمد، حياك الله. الموضوع ماكو مكافحة للي يقتلون أستاذ محمد. نعم. وينك حريات؟ يعني هذا الصحفي اللي يحمي الكاميرا وقلم ومايك، اي زين، هذا قتله على شنو؟ بس دكتور. نعم. عمي هذول يريدوا يكتمون الاصوات. نعم. ما يريدون ما حد يكشف حقائقهم. نعم. جرائمهم كبرى، ما يريدون واحد يكشفها. ولا الصحفي شنو اللي يحمله؟ هو الصحفي شنو؟ ترى الصحفي حال المتظاهرين اللي يحمل قلم عراقي. نعم. حامل علم عراق وقتله. اي نعم. اي حريات من العراق استاذ محمد؟ وينكم؟ مو الشغله مو هنا. الشغله من الاكبر. عمي هاي الاحزاب استاذ محمد ما تجي لا الحريات ولا الصحفيين ولا المتظاهرين. نعم. هاي كلهم ما يخدموهم، يعني يكشفون حقائقهم وبوقهم وشركاتهم وجرامهم. يا استاذ محمد. نعم. اي عراق نحكي عنه؟ اي عراق؟ والله العراق بس الله من الله فوق، يعني ولا مصير لنا كل شهر. سيد أبو عراق، أريد أسألك واربط هذا الموضوع اليوم بموضوع التعبير عن الرأي أو حرية الاختيار. خلينا نقول الحكومات بالعراق اللي جت بعد الاحتلال والأحزاب الموجودة بميليشياتها، مثل ما حضرتك تفضلت، هي حاربت كل صاحب فكر، كل صاحب رأي، وكل من تحدث بكلمة أو رفع شعارا ضد هذه الأحزاب الطائفية بميليشياتها بفسادها وغيره. ليش يتحدثون لعد بالانتخابات عن حرية الاختيار؟ ليش يتحدثون أنه المواطن حر بما يختار وخلي يروح وينتخب بعملية ديمقراطية؟ إذا هم ما يؤمنون بفكرة الحرية وبفكرة الديمقراطية والتعبير عن الرأي وحرية الاختيار، ليش لعد يطبقوها بس بالانتخابات ويحاربون الشعب اللي حب يطبقها بشكل أوسع عن طريق استبدال حكومة، عن طريق اختيار شخص أصلح ليمثله؟ أستاذ محمد، إذا سمحت لي. تفضل. بالنسبة للحريات والديمقراطية يريدونها على مزاجهم الخاص، يعني يريد يسيرنا إحنا الشعب على مزاجه الخاص. نعم. أما كحريات مثل العالم ما يريدون. أستاذ محمد. ليش؟
لأن جرائمهم كثرة أستاذ محمد. نعم. احنا مو غشيمين عنهم، يريدون على طريقتهم الخاصة. شوف هسه أبسط شغلة. نعم. يعني الانتخابات مو أنتوا أيدتوها بالبداية. أي. إشمعنا نكرتوها هسه نكروها؟ تدري ليش؟ لأن يعني الشعب هسه صح أستاذ محمد. نعم. هاي أنا أعتبرها انتصار الشعب العراقي على هاي المافيات. آخر شيء قاعد الشعب قال لك شن تخباني؟ أجيب حرامي جوعان أوخذ حرامي شبعان. لمن يقول إن العراق أعطى أو حكومات الاحتلال أعطت الفرصة للعراقيين حتى المعارضين أن يعبرون عن رأيهم، هل فعلا اليوم بالعراق أكو حرية أو مجال للحرية أنه الشخص يقدر يعبر عن رأيه دون أن يشعر أنه ممكن يعتقل، ممكن يغتال، ممكن يخطف من قبل جهات مجهولة معلومة؟ أستاذ محمد، هذا السؤال هو يجاوب نفسه، هذا هو يجاوب نفسه. ما دول المتظاهرين اللي طلعوا على شنو قتلتوهم؟ على شنو هو؟ نعم. خلي يطلع لي هسه مسؤول بالداخلية بالجيش، خلي يقول لي قتلة على شنو هو هذا؟ نعم. شايل علم وقلم، ها تجي تقتل برصاصة، الله ينتقم منهم إن شاء الله. نعم. اللهم إن شاء الله يخلصنا من عندهم بجاه النبي محمد. مكافي والله من ليلة. نعم. وتعبنا والله تعبنا يا طيب. حرية أستاذ محمد، ولو طولت عليك. أنا أشكرك سيد أبو عراق من الفلوجة، وصلت فكرة حضرتك، شكرا جزيلا لك للمشاركة. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة قالت إن العراق شهد مقتل 92 صحفي منذ عام 2010 لغاية الآن. 92 صحفي لقوا حتفهم من عام 2010، يعني مو من بداية الاحتلال، لا خلال فترة 11 سنة فقط، وإحنا داخلين على السنة 12. 92 صحفي. الجمعية قالت إن ملف إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين لا يزال يترنح في العراق مع انتشار السلاح وضعف الإجراءات الحكومية العلاجية لمواجهته، مشيرة إلى أن إصدار حكم الإعدام بحق متهم واحد بمقتل أحمد عبد الصمد وصفاء غالي من أصل فريق اغتيالات لا يعني تحقيق أي تقدم على صعيد هذا الملف الحساس. مو معنى أنه تم الحكم بالإعدام على شخص من شخص قام باغتيال أحمد عبد الصمد وصفاء غالي أنه خلص، أنه هناك عدالة في العراق. لا تزال وفي آخر تقاريرها الأمم المتحدة تقول بأن القضاء في العراق فاسد وفاشل. هذه من التقارير التي خرجت تصنف القضاء في العراق. القضاء الفاسد والفاشل مستحيل أنه بين يوم وليلة يصبح قضاء نزيها بمجرد أنه أصدر حكم بالإعدام على متهم واحد، في حين أن فرق الموت والاغتيالات والتصفية المتهمة بقتل واستهداف عشرات بل مئات ربما آلاف أيضا من العراقيين أن كانوا صحفيين وغيرهم لا تزال طليقة، لا تزال حرة ومعروفة للجميع، ولا تزال أصابع الاتهام من العراقيين ومن ذوي المقدورين توجه إلى هذه الجهات، ميليشيات وأحزاب وأفراد وغيرها، لكن لا يوجد تحرك من هذه المؤسسة القضائية ومن الحكومة. وبالتالي هذا الموضوع لا يعني أنه بتحقيق جزء من عدالة مفقودة في العراق أنه خلص وجدت العدالة. معنا اتصال الآن، أبو زينب من النجف، تفضل. السيد أبو زينب من النجف، أبو زينب فقدنا الاتصال. محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ محمد، دول الميليشيات والشرطة. نعم. والجيش هم مالين نيران، ابن عمي مالين نيران. نعم. كلهم مالين نيران، دول ليس حتى غير على أراضهم، ما عندهم دول ولا هم نيران، هم جاء قتلهم في الشعب. ها شغلة ديالة غير ديالة. نعم يا محمد. سيد محمد ديالة لعبوا بالديالة، هاي العشيرة الديالة دول تكلت من عندهم العشيرة دول هم تابعين البدر، دول تكلوا العالم وحرقوا بساتينهم. سيد محمد أريد رأيك. سيد محمد من أمريكا، أريد رأيك بموضوع اليوم. موضوع اليوم نتكلم به عن استذكار العالم لذكرى إنهاء الإفلات من العقاب بالجرائم ضد الصحفيين. شلون تشوف الحريات اليوم
وشلون تشوف شلون تشوف وضع الصحفيين العاملين في العراق اللي ينقلون الحقائق؟ عفنا من ذول هذا الإعلام الحكومي المطبل، هذا معروف بكل مكان موجود، لكن نتكلم اليوم عن الصحفيين والإعلاميين والناشطين اللي يمارسون وظيفتهم بالشكل المهني اللي هو نقل صورة حقيقية موجودة بالعراق. شلون تشوف تعامل السلطة معهم أو الميليشيات أو الأحزاب؟ بدون بالعمل هو تجي الأوامر من إيران يقتلهم الصحفي يحكي صحيح، ما يريد واحد يحكي صدق، ما يريد ناشط يحكي صحيح. نعم. شكو صحفي جماعة البصرة تكلوا خطية الله يرحمهم ويرحم الشهداء جميعا. نعم. عم تجي الأوامر من إيران من خملي. نعم. من خملي خوالهم خملي هو يطلع أمر بقتلهم. عم دولة دمروا شعب، دمروا شعب عمي الكل البلد بالكوهلي، الله يهلكهم دنيا واخره. هم اهالي العماي مالتهم دمروا للبلد. سيد محمد عليهم جاء هو الله. نعم. اشكر حضرتك سيد محمد من امريكا. ابو علي من المدائن تفضل. فقدنا الاتصال. طيب طبعا مشاهدينا الكرام، طرح موضوع بخصوص الشخص الذي تم الحكم عليه بالاعدام المتهم باغتيال الصحفي احمد عبد الصمد وصفاء غالي بانه قام بالسجد لله، سجده شكر كما تم تداول الموضوع. وحقيقه هناك يعني تفاعل كبير مع هذا الموضوع وتداول للعقول المؤدلجه الأدمغة المغسولة التي تسلط على وطنيين، على عراقيين أحرار يطالبون بوطن ضائع، يطالبون باسترداد حقوقهم المسلوبة، يحاولون كشف حقائق موجودة في العراق. والسؤال هو إلى أي حد وصل التحكم بهذه الميليشيات وفرق الموت وبمغيبين كثر، مغيبين فكريا طبعا، أن يتم الضحك عليهم وإيهامهم بأن ما يحدث في العراق هو يعني الموضوع طبيعي، انه ذولا اللي طالعين اليوم يطالبون بحقهم مثل ما دي يتهموهم ابناء سفارات وعملاء وغيرها. يعني اليوم وصل الحد انه قاتل يعني يسجد الشكر لله طبعا، لكن يسجد لانه حكم عليه بالاعدام في تهمة قتل شخص بريء لا ذنب له سوى انه شخص صحفي يمارس حقه بشكل طبيعي جدا، يمارس حقه وفق اعتقاده، وفق إيمانه أنه هذا الشيء هو الصحيح. أنقل معاناة الناس المحتاجين، أنقل معاناة الفقراء، أنقل حقيقة موجودة على الأرض تحاول عشرات وسائل الإعلام الحكومية والحزبية إخفائها. إلى أي حد وصلوا هؤلاء المجرمين بإيمانهم واعتقادهم أن هم يسوون أمر صحيح؟ فتوى من خامنئي على لسان الميليشيات تعطى إلى قاتل والقضاء يحكم فقط على هذا القاتل، رغم اعترافه أن هناك ميليشيات معروفة في العراق موجودة هي التي أعطت الأوامر وجاءت الأوامر من إيران، ومع هذا تم اختصار الموضوع على مقدار هذا القاتل وتم حكم عليه بالإعدام، في حين الجهات أو الحيتان الموجودين في هذا البلد لا يزالون طلقاء. معنا اتصال. السيد حسين من البصرة تفضل. حسين من البصرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سيد حسين ما أفهم منك شيء، أنا آسف أعتذر منك، حاول الاتصال مرة ثانية. خلونا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم عن إنهاء الإفلات من العقاب بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمر بحديثنا في حلقتنا لهذا اليوم عن إنهاء الإفلات من العقاب بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. العراق في المرتبة الثالثة عالميا كأسوأ بلد في العالم من ناحية الحريات الصحفية، ويأتي يعني بعد الصومال وبعد جنوب السودان. حقيقة وضع مأساوي جدا بالنسبة لحرية الصحافة في العراق والحريات بشكل عام في العراق، لأن العراق أيضا متذيل الترتيب بقائمة الدول التي تعاني من الإفلات من العقاب، ولا يوجد دور حكومي أو قضائي جاد في التعامل مع هذه القضايا، وبالتالي يتحول العراق إلى طيلة هذه السنوات طبعا تحول إلى غابة كما وصف بكثير من الأحيان، يتحكم به الأقوى، يتحكم به صاحب النفوذ، صاحب المال، صاحب السلاح الذي يستطيع أن يتحكم بالقرار عن طريق هذه التأثيرات المالية العسكرية وغيرها. وبالتالي العراق اليوم بلد منهار على كافة الصعد، يعاني فيه المواطن العراقي، والصحفي طبعا جزء من هذه المنظومة ومن هذا البلد ومن هذا المكون طبعا. وبالتالي يعني هناك تكميم أفواه واضح، لكن لا نزال نتساءل حقيقة عن الوعود دائما المستمرة بحصر السلاح بيد الدولة، بحماية الصحفيين، أو لماذا لا يقر هذا القانون ويفعل على الأرض، أو حتى لو كان مقر لماذا لا يفعل على الأرض؟ لماذا هناك دور دائما سلبي من حكومات الاحتلال في التعامل مع القضايا التي تمس أرواح البشر؟ الموضوع لا يتعلق بموضوع تهديد يتعرض له الشخص إن كان صحفيا أم غير ذلك بين فترة وأخرى، الموضوع موضوع جاد، موضوع عصابات قتل، تصفيات تستهدف كل صاحب رأي، تستهدف كل من يعبر عن رأيه أو من ينقل حقيقة. وبالتالي صمت هذه الحكومات هل هو خوف من هذه الميليشيات، من هذه الأحزاب؟ هل هو تواطؤ مع هذه الجهات ودعمها في سبيل إسكات الأصوات التي تهدد مكانة هذه الحكومات وهذه الأحزاب؟ ما طبيعة الصمت الحكومي الذي يراه المواطن العراقي الآن يوميا بأنه موقف سلبي في التعامل مع كل القضايا التي يكون فيها الطرف الميليشياوي هو الطرف المهدد، الطرف الإرهابي الذي يرهب حياة الناس، يرهب العاملين في المجالات الحقوقية، يرهب العاملين في المجالات التي تنقل الحقائق، تنقل معاناة الناس، ولا تحابي هذه السلطة أو تحاول أن تطبل وتجمل هذه الصورة التي تضعها أو تحاول أن تضعها حكومات الاحتلال. معنا اتصال أبو علي النجفي من لندن، تفضل. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله. اليوم طبعاً أكو فد قناة ما أعرف أقدر أجيب اسمها. بدون ذكر. نعم بدون ذكر. ها صارهم تقريباً شهر يطبلون عن الانتخابات. أي. ويا فضائيات. واليوم اليوم خاصة اليوم ها يطبلون على مقتدى وعلى الكاظمي، ويقولون هاي قضايا داعش ما داعش. نعم. بالمقدادية وبديالة. نعم. يا أخي والله هذول الفضائيات ما عندهم لا ضمير ولا شرف. هو منو داعش؟ ماكو داعش عمي. داعش يا أخي استخاف أحكي يقول. نعم. لا تحكي. داعش مقتدى، داعش الكاظمي، داعش الحشد، داعش المرجعيات، ماكو داعش عمي، ماكو داعش. وذولا طبعا عصابات الخضراء يخافون ويقمعون الصحفيين ها. نعم. ويقمعون الفضائيات الشريفة على مود. نعم. لا تفضحهم. نعم. لا تفضحهم بالإعلام يعني. نعم. والله اليوم أزعجني هاي الفضائيات تقولون بدون ذكر اسم. نعم بدون ذكر اسم. يا أخي والله عيب. نعم. لك يا أخي عيب عليكم، خلي عندكم شرف، لأن أنتم ما جاي تشوفون الشعب العراقي جاي يطلع عليهم مظاهرات ها. وقال كلمته بالانتخابات، قال كلمته. سيد أبو علي، عندي. نعم. سؤال لحضرتك في لقاء. نعم. مع النائب باسم. نعم. خشان، نائب برلماني موجود. نعم. ضمن الحوار شخص من التيار الصدري، النائب. نعم. الخشان قال إنه مقتدى الصدر متناقض، منافق بالرأي، انقلبت الدنيا. نعم. هذا يصيح عليه بالاستوديو، ودزوا له اتباع مقتدى الصدر على بيته، قدام بيته يهددون بحرقه وغيره. اذا كان. نعم. هذا الشخص اللي قادم بهذه الانتخابات المزوره على اساس انه يشكل الحكومه،
كيف حيكون تعامله مع أصحاب الرأي؟ كيف حيكون تعامله مع شخص باشر عقبة يطلع يقول مقتدى أنت شخص قاتل، أنت متهم بقتل العراقيين، أنت شخص متناقض منافق، إيش حيسوون بي؟ إذا هو نائب صاحب حصانة وصلت التهديدات إلى باب بيته بحرق بيته وتهديدات بقتله وسحله وكذا، إيش ماذا عن المواطن العادي؟ إذا كانوا هم هؤلاء اللي اليوم دي يحكمون العراق، فشلون حيكون شكل الحكم اليوم؟ مقتدى الصدر إذا استلم الحكم، تيار الصدري إذا استلم الحكم راح يقضي على المذهب الشيعي المذهب الصفوي بسنة واحدة. طيب. راح يسقط المذهب الصفوي بسنة واحدة بإجرامه وبقتله، تهموا كلهم مجرمين قتله كلهم بدون أي استثناء. بس خاصة تيار الصدري، سرايا الإرهاب، سرايا الإجرام، هذول ما عندهم كل مجال يا أخي. أنا السؤال يا أبو علي النجفي في لندن، انحكم عليه 4 إرهاب، ودزوا التذكرة الحكم إلى السفارة، سفارة الأهر والدعارة في الخضراء بلندن. يا أخي أنت جاي تحسون بلد جاي حكموه عصابات، جاي حكموه مجرمين عملاء خونة التابع. اليوم ها يسجد في المحكمة بالبصرة، قاتل الشهداء قاتل الأحرار يسجد بالمحكمة سجدة الشكر، يقول راح أروح للجنة. يقول له ليش تروح للجنة؟ يقول له أنا نفذت أوامر المرجع مالتي. يعني ما أعرف هاي المرجعيات تطي أوامر بالقتل والبوغ. سيد أبو علي اليوم إذا الوضع استمر بالعراق على ما هو عليه، العراق اليوم بالمرتبة الثالثة كأسوأ بلد بالعالم بالنسبة للحريات الصحفية، وأن المجرمين اللي يرتكبون انتهاكات ضد الصحفيين يفلتون من العقاب بسهولة دون ملاحقة، إذا استمر الوضع بالعراق على ما هو عليه، كيف يمكن أن يصبح شكل حرية التعبير عن الرأي بالعراق بعدين؟ الناس أصلاً شلون تريد توصل الرسالة الحقيقية الموجودة بالعراق؟ ما تقدر توصل بالعراق، داخل العراق ما تقدر توصل. احنا جاي نوصل الرسائل. احنا وامثالنا، الشرفاء هواي اكو امثالنا جاي وصل، ولا داخل العراق ما حد يقدر يوصل بعد. عمي هاي الفضائيات كلها حشا فضائياتكم الشريفة، زين والله بدون مجاملة. هاي الفضائيات يا اخي اكو فضائية اخذت $1,000,000 وهي قاعدة بالعراق، وتعتبر نفس يا أخي بالعراق. أنت ما تقدر توصل كل يعني كل نفاق ودجل جد خارج العراق. نعم نقدر نوصل أصواتنا وإن شاء الله. هو هذا أخي أنا قلته وراء الانتخابات، يعني الحكم انتهى، حكم الشيعي الصفوي انتهى بالعراق، ما باقي له أشهر الله وكيلك. حتى لو يستلم الحكم مقتدى تيار الصدري انتهى الحكم، انتهى لأنه انتهت مراجعهم، انتهت حكمهم كله انتهى. وإن شاء الله أنا أبشر الشعب العراقي الحكم الصفوي انتهى أخي، انتهى. إن شاء الله هذا نظام إيراني الإرهابي راح ينتهي، وهذول الزيول والعبيد كلها راح تلحق وراهم، وكلهم سيستحولون بالشوارع يستحولون. شكرا جزيلا لك سيد أبو علي النجفي من لندن للمشاركة. مفوضية حقوق الإنسان أشادت بجميع الصحفيين والإعلاميين الذين قدموا حياتهم فداء للكلمة الحرة والدفاع عن الحريات بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ذكرت المفوضية بأهمية التزام الجميع بالدفاع عن الحقوق والحريات، وخاصة حرية التعبير والحصول على المعلومة والعمل بحرية، وأكدت أن الشفافية تتيح للمواطنين مراقبة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لخدمة الشعب. هو صح كل كلام إنشائي لكن يصدر من جهة حكومية بالنهاية، وفي النهاية أيضا هو يعني ما له أي تأثير على الأرض. مفوضية حقوق الإنسان في العراق تخرج بتقارير، تخرج بتصريحات أحيانا، لكن لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، كل كلام إنشاء وكلام تعبير وما لا أي تأثير على الأرض. لجنة برلمانية معنية بحقوق الإنسان، نعم هدفها قد يكون مقتصر على إصدار تقارير شجب واستنكار وهذه الأمور، لكن الحكومة نتكلم عن دورها ودور البرلمان بشكل عام بمفوضياته بلجانة، لم يكن له دور جاد وحقيقي في حماية أرواح الصحفيين
العاملين في هذا المجال الذين يواجهون الأخطار المستمرة في العراق نظرا لأنهم يمارسونها في بلد فاقد تماما لكل مقومات الحياة، فاقد تماما لكل النظم الأمنية، فاقد لكثير من الأمور، وبالتالي يخاطر الصحفي العامل في هذا المجال بحياته في سبيل نقل الحقيقة، وهذا طبعا ثمن باهظ جدا، نظير الحقيقة ونظير أنه ينقل واقع حال موجود في العراق. معنا اتصال السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. الله يسعدك أستاذ، حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ. القضية العراقية ما تنتهي، ليش؟ لأن الحكم بالعراق حكم فاشل، لأن بيد الميليشيات وبيد الأحزاب. نعم، هاي حقيقة يعني معروفة، وانت شفت، أنا ما أرجع على الصحفيين. نعم، شفت زيارة هادي العامري، يقول له يقتل الميت ويمشي بجنازته. يعني شافوا التيار الصدري فاز بالانتخابات، شو يريد يسوون؟ يحاولون يرجعون الطائفية للعراق، يقتلون بالشيعة نفسهم، شيعة يقتل الشيعة حتى يرجعون الطائفية، يقول لهم السنة كذا، وشوف انت بدأ التهجير في المقدادية. بس يعني حتى لن يعني احنا اليوم موضوعنا سيد ابو ايسر عن انهاء الافلات من العقاب، اذا حبيت تتكلم به بصفة عامة او بطريقة عامة براحتك. طبعا هم يفلتون من العقاب لان هم بيدهم زمام الامور. نعم، طبعا يفلت من العقاب لان ماكو حكومة وطنية بالعراق. الحكومة اللي موجودة كلها موالية لإيران. تتوقع الحكومة القادمة يا ابو ايسر حيكون شكلها؟ الناس، بعض الناس تقول يا بترى انتظروا مقتدى الصدر وشوفوا ايش راح يحول ويغير من هذا العراق ويسوي بلد شي. البلد الديمقراطي، البلد صاحب السيادة. هل مقتدى الصدر المتهم بكثير من الأمور عنده القدرة على هذا الشيء؟ الصدر هو قال أنا انسحبت من الانتخابات ورجع للانتخابات. ما يغير شيء، لأن مو بيد الشغلة، الشغلة بيد إيران وأمريكا. نعم. إيران وأمريكا تريد الشيء، النقطة اللي يريد يوصلوا لها هو تدمير العراق وتدمير اليمن وتدمير لبنان. هاي اللي قضايا معينة معروفة لدى الجميع، بس احنا نريد من الشعب العراقي يكون مثل الشعب السوداني والشعوب الأخرى، من يقيم متظاهرات غير الواقع. نعم، مو يبقى والله ساكت ويقتلون ويسفكون دماء. يعني هادي العامري هو هسه ضد التيار الصدري وراح للمقدادية حتى، وشوف الكاتيوشا رجعت على السفارة الأمريكية بمحيط السفارة وليس بالسفارة. نعم، ليش؟ لأن دي وصلوا الرسالة انه يا سيد مقتدى احنا ما نخليك تستلم السلطة، وحتى لو تستلم السلطة احنا نرجع لك الطائفية، نرجعك للمربع الأول. طيب ليش؟ في سبيل انه تبصم وتقول انه العراق موالي الى امريكا وموالي الى ايران وموالي الى الصهيونية، حتى تطبع ويا الصهيونية. هاي حقيقة الأمر في كل بلدان العربية من سوريا ولبنان. يعني هل معقولة هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أنه مقتدى وطني؟ ما مقتدى مو وطني، لا، متقلب، رجال متقلب في سبيل الوصول إلى وسائل السلطة حتى يقدر مثل ما باقوا هذول وراحوا. إذن لا فرق بينه وبين باقي الميليشيات وباقي الأحزاب الفاسدة يا سيد أبو أيسر، لأنه هو يعرف العلاقة بين حزب الدعوة، خاصة علاقته بالمالكي كلش يعني مضطهدة بيناتهم، والهادي العامري وكذلك. طيب، هم ما يريدون يوصل للسلطة، يريدون يعيدون المربع الأول للطائفية. وصلت الفكرة سيد. الشعب العراقي أن يعي ذلك، يعي أنه ما ترجع المفروض الطائفية. نعم، لأن هم يريدون يرجعون الطائفية بكل الوسائل. حتى وصلت فكرتك سيد أبو أيسر من تركيا، شكرا جزيلا لحضرتك. أبو أحمد من الرمادي، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي العزيز
موضوع برنامجكم اليوم هو موضوع قمع الحريات اللي نعم. موجود داخل العراق. هو يعني او قمع الصحافه او مثلا اي قمع الحريات الصحفيه اليوم نعم تكميم الافواه نقول اي هذا اللي موجود حاليا يعني من 2003 هو هذا موجود لكن كان تحت تغطية يعني سرية. شلون يعني تغطية سرية؟ يعني قتل السري يعني تعرف انت قمع الميليشيات وغيره وغيره. حاليا اللي موجود واللي حصل من 2019 بداية تشرين هو مو بس فقط تكميم الأنفوه وإنما قتل الأرواح يعني يعني بأنه أنت لا تتكلم ما يجيك شر أو ما تقتل. تتكلم يا أما تقتل يا أما تعتقل يعني تنتظرك موضوعين يا يعني أما تعتقل وترفع عليه قضية إرهاب أربع إرهاب يا أما تقتل. نعم القتل الصحفيين اللي حصل اللي موجود حاليا هو يعني مو مجرد أنه حكومة قمعة نقول أو حكومة سجنت. لا هناك موجود يعني عصابات مدربة على هذا الأمر يعني العصابات مدربة من قبل الأحزاب ليش حتى تكون الحرية أقوى يعني لهم سد الثغرات أو سد الأفواه اللي تتكلم الحق. تدري أنت الصحافة هي السلطة الخامسة أو السلطة الرابعة نقول اللي موجودة داخل البلد أي بلد كان هي توصل صوت الناس اللي مظلومة أو الناس اللي مضطهدة داخل البلد. فأنت من تريد سد هاي الأفواه سد هذا الصوت تجي على الهرم يعني تجي على صوت الصحافة أصوات. تدري أنت أكثر الثورات تنطلق من طريق الصحفيين أو من طريق الناشطين السياسيين أو الإعلاميين. نعم فهم حاليا يعني دا شوف اللي دا يصير. احنا ما رد تحول موضوع ثاني اللي موضوع الثاني اللي دا يصير بدياله يعني انت دا شوف تغطية إعلامية ماكو عن طريق الفيسبوك تغطية إعلامية يعني ما موجودة خالص. ليش؟ لأنه موضوع طائفي موضوع خاص تابع الميليشيا هذا العامري اللي هو راح تزعم هذا الأمر اللي بدياله حاليا. سيد أبو أحمد الحكومات اللي تسعى إذا هي فعلا صادقة بالنوايا وصادقة بالفعل اللي تسعى لتحسين الوضع في أي بلد يعني نتكلم بشكل عام اللي تسعى بتصحيح الأخطاء تستند إلى صورة تنقل عن طريق ناشطين صحفيين إعلاميين مؤسسات فضائية أو أفراد ينقلون حقيقة موجودة ما يظل يباوع على هاي القنوات الحزبية أو الحكومية اللي وقت التفجيرات تنقل برامج طبخ. لا يتفرج على ينظر الى حقيقه ينقلها الى صحفي ينقلها او تنقلها الى مؤسسه اعلاميه. هذا اللي يريد يبني بلد ويريد يصحح خطا يعتمد على حقائق توصله عن طريق هذه الوسائل. طيب اللي دي يصير بالعراق انه الحكومه مشاركه بقمع الصحفيين مشاركه بقمع اصحاب الراي. شلون هاي الحكومات تقول احنا نريد نصحح خطا وهي اصلا دا تقمع الوسيلة المساعدة إلها دا تقمع سلطة رابعة دا تقمع طرف دا يجيب لها الحقيقة أنه لعل وعسى هذه الحكومات فعلا تغير فعلا تصحح. أخي العزيز أنت يعني أنت سؤالك جدا يعني ممتاز يعني جدا يعني ممتازك في المكان المناسب يعني أما هم أكو واحد يعني يفضح نفسه أنت تعرف هاي الحكومات من نبع الميليشيات يعني تأسست من نبع الميليشيات اللي تابعة لدول خارجية كانت أمريكا وإيران والأغلب على أغلب إيران لأنه هاي الحكومات تأسست عن طريق الميليشيات. أنا هسه يعني تابع حزب أنا هسه اللي حكومة اللي موجودة أحزاب حزب هاد العامري حزب المالكي حزب أحزاب السنية من برا أحد. نعم دولة جرائمهم وسرقاتهم وفسادهم او كل اللي يصير بالبلد هو المن تابع. طبعا هو تابع لهم مو حكومه نزيهه او نظيفه. طبعا هم دائما يتكلمون حكومه صدام ديكتاتوري وحكومه انا مو دفاع عن حكومه صدام السين لكن اكو فرق شاسع يعني الفرق الموجود انه زمن حكومه صدام السين حكم قائم حكم قوي يعني مدافع عن البلد سيادة موجودة كل شيء مؤمن موجود كل شيء متوفر
يعني رغم اللي اكو طبعا اكو شويه تشدد، لكن الصحافه اللي توصل ضد بلدها وهو امن وبلد مستقر وبلد ذات سياده، طبعا هذا انا امن الناس اعتبره خائن، يعني وصل للبلاد الخارجيه بانه البلد مو امن. شوف سيد ابو احمد، يعني حتى نكون صريحين ومنطقيين ايضا، واحنا بما انه بدنا نطرح واقع وبدنا نطرح قضيه فيها دفاع عن حريات التعبير، نقول بأن النظام السابق ما يمت لحريه التعبير بصله. النظام السابق كان نظام دكتاتوري بغض النظر، حاكم بلد عنده مؤسسات مسوي دوله، لكن بالنهايه نظام قمع ايضا حريات وما كان ينطي الفرصه لاحد يعبر عن رايه. انا بس اسال عن 2003 واللي اجى بعده، اللي قالوا بانه انتم يا عراقيين حتعيشون حياه مزدهره، حتعيشون حياه خلصناكم بيها من نظام حارمكم من التعبير عن رايكم، كفلنا لكم بنود بالدستور تقول بانه انت يا مواطن من حقك تتظاهر، من حقك تعبر عن رايك. وين هذا الكلام على ارض الواقع؟ اخي العزيز، انت هم من اجوا وقالوا احنا نظام ديمقراط، نظام حريه الراي، نعم. نظام انتوا احنا جبنا لكم تاخذون، ماكو جيش، ماكو مؤسسات امنيه او نقول مثلا جيش وشلون نقول خدمه الزاميه، نعم. فانتوا براحتكم، لكن هم سووا خلال هذا بنوا ميليشيات، بنوا عصابات، بانه اني صاحب هذا الحزب او صاحب هذا التكتل، بانه اي شخص يعارضني كان من حزب فلان او من الشعب هذا يعني يقتل او يسجن. انت من يحكون على دكتاتورية صدام حسين، نعم دكتاتورية اكو نظام صدام حسين، نعم ماكو اكو موت ما تصل للخارج او تصل للرأي العام، لكن على كلامك وانا حكيته اكو مؤسسات، اكو امن، اكو حكومة قوية، اكو صوت للدولة، يعني اكو امان، يعني اكو نسيج اجتماعي متكامل. مو هسه قاعدين كل من يبوق على صفحه وكل من يقتل على صفحه ويريد ينتقم من المقابل. يعني انت ابسط مثال راح احكي لك اياه باختصار لو سمحت، الوقت انتهى عندي. باختصار يا ابو احمد، باختصار مثلا موضوع ديالة قبل يومين، موضوع ديالة ليش صار الاعلام قوي من قتله اللي قتلهم داعش، وداعش هو ماكو داعش، هم جابوا داعش حتى يهيئون فتنه. من صارت القتل 15 واحد 13، ليش الاعلام مهين؟ يعني قامت القاع وما قعدت. طبعا ونقول نقطه، لان هنا المتربصين منتظرين هاي اللحظه، ونقول نقطه انه اللي قتلوا في قريه الرشاد ابرياء لا ذنب لهم بما جرى، ناس تعرضوا الى غدر حقيقي، تعرضوا الى ان ترتكب ضدهم جريمه بشعه، وناس ابرياء ما لهم اي ذنب. حتى نكون، لان اكو ناس يقول لك ليش بالله تحكي على قريه نهر الامام وما تذكر طارق الرشاد؟ انا اخي عزيز هم كلهم ضحايا، انا بدي احكي لك كلهم ضحايا، يعني طيب. اللي وقعوا من هاي الجهه ومن هاي الجهه، وانا ما ادري لا سني ولا شيعي، نعم. كلهم وقعوا ضحايا، بس المسبب منه وقلت لك داعش مو داعش، حتى تكون ذريعه لقمع هاي العشائر اللي موجوده. وصلت فكرتك ابو احمد، انا اشكر حضرتك، اعتذر الوقت انتهى. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.